كلاسكو رونجيس رويال الكلاسكو رونجيس النادي سكلوندي رويال النادي البلجيكي وين شاد دور اوروبا ليغ الدور 32 وين شادنا كيفاش المدرب ستيفان جيرارد المدرب تاع كلاسكو رونجيس شادنا كيفاش فارناك المدرب تاع رويال وين شادنا كيفاش في بدايه الشوط الثاني وين كلاسكو رونجيس وين يسجل الهدف الثاني بعد ما شادنا كيفاش الشوط الاول في الدقيقه اولفيرد فاريديو المدرب اللعاب تاع المدرب تاع نقولوا باللي المدرب تاع كلاسكو رونجيس يعني وين شاهدنا كيفاش لعب خطه يعني خطه كانت محكمه شاهدنا كيفاش كلاسكو وين في الدقيقه التاسعه وين يسجل الهدف الاول شاهدنا ليور من جانب رويال للنادي البلجيكي اللي عدل النتيجه في الدقيقه 31 يعني وين نقولوا باللي كل مدرب وشاهدنا الشوط الثاني وين في الدقيقة 46 وين كلاسكو رونجيس مباشرة في بداية الشوط الثاني وين يسجل الهدف الثاني يعني نقولوا باللي كلاسكو رونجيس المدرب ستيفان جيرارد اللي لعب بطريقة يعني نقولوا باللي طريقة ويلعب ربعة واحد شاهدنا كيفاش فيرنارد المدرب تاع الرويال البلجيكي اللي لعب خطة نقولوا باللي خطة نقولوا نوعا ما كانت نقولوا كانت دفاعية في بعض الأحيان وين لعب على الكرات المرتدة يعني لعب بربعة أربعة اثنين لكن عاود رجع وين لعب خطة خمسة أربعة واحد يعني من أجل الحفاظ واللعب على الكرات المرتدة شنا ألين من جانب كلاسكو رونجيس شنا ليون شنا فيليب شنا كونار يعني بورن شنا جيلان ستيفان جاو يانيس شنا الفاردو مسجل هدف رين كينتا من جانب كلاسكو رونجيس شنا أرتوين الحارس تاع رويال النادي البلجيكي شنا راتيشي شنا جيريمي شنا ماكسيم شنا بورت شنا جوردان ليون شنا بيتر شنا يعني مارتين ديدي يعني اللي نقولوا باللي كانت المباراة وين كانت نقولوا باللي كلاسكو رونجيس وين شاهدنا كيفاش وين ضغط امام رويال النادي البلجيكي وهذه هي المباراة اللي نقولوا باللي شاهدنا كيفاش انتهت شدنا كيفاش كلاسكو امام رويال البلجيكي وين ضرب بقوه في الشوط الثاني بعد ما انتهى الشوط الاول بهدف لهدف شدنا كيفاش الفاردو الذي سجل في الدقيقه التاسعه شدنا كيفاش ليون اللي سجل في الدقيقه 31 ناتان وين سجل في الدقيقه لصالح كلاسكو في الدقيقه 46 ران ريان الذي في الدقيقه 55 شدنا كيفاش ديدي زاي اللي قلص النتيجه في الدقيقه 57 بونار عن طريق ضربة جزاء سيدريك عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة 79 و90 يعني كانت مباراة كانت شيقة مباراة اللي شاهدنا فيها أهداف شاهدنا فيها لعب جميل شاهدنا فيها يعني نقولوا باللي نجم نقولوا باللي كلاسكو رونجيس وين اليوم لعب بذكاء كبير كيفاش ستيفان وين التغييرات اللي دارهم كانت إيجابية تغييرات اللي كانت في القمة هذه هي المباراة اللي كانت شيقة شاهدنا كيفاش الدور 32 كلاسكو رونجيس 5 أهداف رويال النادي البلجيكي هدفين في الدور أوروبا ليج.